كم خاوتي خواتاتي، مرحبا بكم خاوتي. اليوم خاوتي جينا نكمل لكم الحلقه دوزيام تاع خونا ذياب. خونا ذياب بعد ما حكى لنا الحكايه الاولى والمغامرات خاوتي، كم شفتوا طيحه ولوضه وضرب وعذاب وجوع ومرض واكثر، تعرف خاوتي تلحق النقطه ومن بعد ترجع في الزيرو، اكثر تعرف شيء سهله. المهم معاناه. المهم خونا دوك راح تروازيام خاوتي، يسمى راح تروازيام خونا معقب ست رحلات خاوي مخلطه بكراسي كلاب. المهم مرحبا بكم ومرحبا بذياب. ذياب خويا اعطيك خير خويا عمار، السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم الحلقه الثانيه مع خونا عمار هنا. يا صافي بريزي كان نحكيو معاك، كما واحد يفر شويه قلبه، وكاين اللي في البلاد حاب يروح حنا ما نصحوش، ومساعد اللي حاب يروح وحنا كاش ما يلقى شويه معلومات يفيد بهم نروحو. تجربة ايوا حكينا خويا عمار، بس خويا بعد ما نرجعوكم ويعني راح نجرب التروازيام. اه كيما قلت لك جلبتني هذا، قلت شويه نعطيك شويه صوارد، انا خدمت شويه قلت نعطيك شويه صوارد ويطرح معنا. اي ما بغاش، حنا في اربعه مجاهدين قلت كاع عسكر، لقيت انا واحد حراك قلت ما اخترا هذه، رجعت نعرف خويا عمار، رجعت شويه خبره منا من ايه، وانا انسان اخويا عمار شو كنحط شو كيما نقولوا كل غلطه اللي ما نعاودش نغلط فيها. تعلم تعلمت، وانا شو كيما نقولوا مابس هذاك نعرف نخدم بيه مابس. لقيت واحد الحراك قلت له وني حكيت معاك، قلت له حنا هنا في اربعه حابين نخرجوا معاك على قولنا من هذه، قال لنا 8 اورو، قلنا له اوكي معليش، تفاهمنا معاه، قال لنا مثلا غدوه، بقينا نستناو فيه، لقيت 11 نعيطوا له داك نجي داك نجي داك نجي، وهما كاين جماعه بحدانا بعدا رايحين حنا ما نعرفوهمش، حنا كي بعثنا له موقع عمار، حنا بعثنا موقع وجماعه بحدانا هما ثاني بعثوا موقع، كي جا السيد هز جماعه وحنا ما هزناش تحسبوا حنا هما. كما كان الحال، وحكيت الساعتين تاع الصباح حنا نستناو، ايا من بعد ما رحناش، معليش قلنا ما بالك فيها خير، حكينا مع الحريق قال لنا معليش غدوة تروح، قال لنا اليوم انا وحدي راني مطلع 50، تما الواد تلقى عامر، الحريق كما نقولوا عمار ديك انا نخدم وهذا يخدم، كاين اربع عباد ولا خمسه وهما يخدموا مع واحد، مع يقطع الناس، واحد يبعثهم 30 واحد 20 واحد 10 واحد 15 وباقي يقسموا بيناتهم. المهم دوزيام جو كما العاده عاي حكيت معاه انايا، قلت ما عندناش باش ناكلوا، قلت لازم نصرفوا 10 اورو، قلت نتكيفوا منا احنا باش غير باش نقصروا، نقصنا 10 اورو احنا ب 70، واحد خلص 70 خلصت 11 تاع الليل. جا عندنا السيد ما راه اللي طالعين مرتاحين، طالعين في بيجو غير حنا في ربعه، شويه موسيقى من هنا طالعين عادي يعني مليحه يعني هانيه. بحق انا الواد عيط للسيد قلت انا بعيد على الواد بواحد 5 كيلو، واحد البلاصه الحراقه كاع يعرفوها بجنب واحد المقبره كامل يتريمو تما، بجنب المقبره هذيك كاع يتريمو تما في سفلي يعني يعرفوها. بحقنا تما حكينا مع قرينا بقاو تما درك يجي عندكم السيد، حكينا عندو السوايع ومن بعد عاود عيط لي قال لي السيد ما يجيش او دا جماعه انا تمشي وحديكم، بصح ما قاليش بغي العسكر تاع الترك اون فاس ليك، هما العسكر تاع الترك كي تجي رايح اليونان كي يحكمك يصورك كل تروح، شفنا العسكر تاع الترك جيت بالغاري بالغاري كون يحكمك كام ديريكت. بقينا نتمشاو حتى يخرجوا فينا العسكر تاع الترك، هربنا واحد تخبى هاك واحد تخبى هاك، ومن بعد بدا يقول لنا نو بروبليم نو بروبليم، بدا يحكي كان معنا واحد يعرف يحكي شويه يحكي شويه تركي يحكي معاه، خرجنا واحد خارج من هنا واحد من هنا، ومن بعد ريمونا كيما هاك صورونا جبدونا لي ساكودو حوسوا مع الموس، حوسوا على الموس وبريكي كاش واحد يشعل النار في الغابه ويدو هاو، ما بقاو عندنا والو صورونا قالوا لنا جاو يونان انا ما ترجعوش. كيما حب ربي مشينا شويه وحقنا الواد بيت 16 تاع الصباح، صلينا الفجر تبقى تشوف لي في الواد اون فاسيك تقول انا هي تبقى تخمم مع عمار نعاود نجي البلاصه هادي نروح ما نروحش، كل فاهم يجيك واحد التخمامه. الواد واعر هذاك عمار كبير بزاف اخويا، الارواح هذاك كان بزاف ما تفهم كبير بزاف اخويا عمار، انا نكذب عليك يا عمار انا شفت كي نطلع في البارم هذاك حط في راسي في اي
دقيقه بغي اني راح نتقلب باش نعوم باش نروح نعوم حتى في راسي كيما في اي دقيقه يعني مجد روحي. المهم كيما العاده ضحكنا الواد راحوا جماعه وصلوا لحقوا عاود رجع السيد بدا جماعه احنا تروزيام ركبنا عادي لحقنا الواد احنا في ربعه ومعنا ربعه مغاربه وما رايحين تسليمه من كومونتين كومونتين يهزم السيد ما يخلصوا 1600 اورو. طبعا بقينا نتمشاو ما راه هادي انا نمشي فيهم تلسي حراك طريق كنت تعطي النقاط كنت تمشى انا خرجت كما خرجت الواد من الجهه هادي بقيت نتمشى الواد الواد عمار ما خرجتش ديريكت بقيت نتمشى بجنب الواد من داك ندخل شويه فوق مع بجنب الواد مشينا واحد الساعه من بعد سمعنا رصاص جماعه هذوك من هنا حكموهم كان غير يخرجوا ديريكت يقطعوا شغل الانسان رجع عنده شويه خبره بقيت نتمشى بجنب الواد رايح لواحد النقطه باش نقطع هي كاينه واحد البيستا كاينه الواد ومن بعد تلقى واحد البيستا ومن بعد شويه حارت هكا انا رحت لواحد النقطه شغل خادمينها شغل النقاط خادمينها باش نقطع بحق تما قطعنا قطعت واحد 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 تخبينا تما ومن بعد باقي لنا واحد الحارت واحد 500 متر نروحوا واحد الغابه الحارت هذاك لازم نجلو خرجت نعس واحد ربع ساعه ولا نعس نشوف جوج دروال ما كان والو ما كان والو وبدينا واحد مر واحد لحقنا واحد الغابة صغيرة هكا تخبينا ارتحنا ارتحنا شوية عاود ركبينا نفس جديد بقينا نتمشاو مو الغابة هذيك كاين واد عمار واد اخر واد اخر يوناني معروفين بالزراعة الويدا هذو كيسقيو منهم الواد هذاك لازم تمشى معاه بشوية وكاين واحد واحد قنطرة قنطرة هذيك وموراها زوج بيستات هذيك هي ستاج الوحش بعد رحنا نتمشاو بشويه بشويه حقت القنطره هذيك خرجت انا وواحد في المانيا هذاك خويا واسمو خويا ياسين شغل هو يمشي في الربعه تاعو وانا نمشي في الربعه تاعو جينا نطلعو لقينا ما كان والو ما كان والو واحد زوج دقائق وبدينا نقطعناها ربي جاب التيجي هذاك على احنا عمار احنا من شفت من قطعنا الواد ما خرجناش ديريكت بعدنا عليها واحد 4 كيلو بعد عليه واحد 4 كيلو من بعد قطعنا شوف هما باسكو العسكري يقول لك من قطعوا من جاو يبقاو يحوسوا غير في الانتوراج هذاك ما يبعدوش بزاف. المهم قطعنا زوج بيستات هذوك ورحنا لواحد الواد كبير واد كبير رايح بطو رايح هاك بطو ماشي بالعرض رايح جيت غاتو واد من هنا وبحدا شويه غابه بقينا حنا نتمشاو في الغابه نتمشاو في الغابه نمشاو لتحت نمشاو لتحت لحقنا لواحد السكة قطعناها بعد ما كان والو حقنا واحد البيستا قدروا عدوا فيها الطاكسيات هادي اما في النهار نهار هي حقت علينا 8 ونصوب 9 تاع الصباح حنا انا في 8 يعني في جيش كون يشوف واحد صاي عباك اخويا عمار كنت راح نقطع انا لو كنت راح باش نروح باش نشوف الطريق ايوم بعد درت نحكي معاهم شفت انا درت ربي ربي كيبغي انا عاود درت نحكي معاهم لا بوليس فاتو عطيتهم بالظهر يعني كون ما درتش فيهم كون قدمت كون انا اللي نطيحهم شو يشوفوني يحكمونا كامل درت عندهم نحكي مع اصحابي فاتو لا بوليس ربي برك سترنا قطعنا البيستا هذيك انا نتمشى واحد الغابه بعد كي عادي روح جري 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 تخبينا في الغابه هذيك مع حكيت علينا ب 11 اي عيطنا الحراك قلنا له حنا رانا هنا في البلاصه الفلانيه عطيناها النقطه وهي عمار يونان الصح كاع من الواد غاتورود هذا هو الصح هذا هو الستاج مول غاتورود غاب ما تبقاش فيها راسك قريب باش تبقى غير كي تهبط فيه غاجا الستاج كاع في غاتورود هذه كيفاش مفوت وعيطنا للسيد كنا قدام في نقطعوها قلنا قطعوها 3 تاع الصباح يعني من 12 تاع النهار نستناو 3 تاع الصباح تاع غدوة شوية حنا بقينا بينا حنرقدو كيما هاك ما عندكش حاجة جاو 4 مغاربة قالوا لنا ما لازمش تقطعوها تقطعوها في الغير يشوفوكم من دار حراري قالوا لنا قطعوها وقت تغدا درك 12 ونص الوحدة خليناهم هما فاتوا قلنا انا نديرو بهم طريق هما فاتوا حنا موراهم واحد زوج كيلو نشوفو فيه من بعيد
تمشوا في اقسم بالله اخويا عمار، شفت ربي كي يحب يسترك غير يسترك، لا تقولوا دير هيه، وحنا نتمشاو في الحرت، نتمشاو في الحرت رايحين لواحد واحد الغابه بجنب لا تقول باش نتخباو فيها ومن بعد نقطعو. والله ما كان حاجه، احنا في 8 واحد مره واحد يعني جيش، لحقنا الغابه هذيك ما كان والو، لحقت الغابه هذيك قلت خويا ياسين، قلت ياسين هذاك المره قلت نبقاو هنايا، اذا كاش ما شافونا هذا كيجيو لينا هنايا ما زيدوش نتحركوا. بقينا متخبين واحد 20 دقيقه قلت ما شافونا، شكون شافونا كنا نجاو لينا. هي حوسنا بلاصه من نقطعوا نقطعوا غاتورو، لقينا بلاصه مليحه كما كان الحال، قطعنا واحد مره واحد يلحق هذاك غير يزاني انا غير معايا عمار طايب طايب، جا خدم 15 سنه مكافحه في الجيش في الجزائر، طاب طايب ميت كي الحق غاتورد باش يقطع، جاو زوج طاكسيات بقاو يشوفو بقا يخزر فيهم كيما هاك. انا قلت صايب طاح وطيحنا، يخزر معاهم بعد مزيه ما مداوهاش فيه، عاودو ديمارو حنا خليناه اخويا عم خليناه وهربنا، باسكو على بالنا زوج دقايق يكون عندنا غا بوليس، هربنا طلعنا راس الجبل وبقينا نحكيو مع بالواتساب، تمشي هاك تمشي هاك، ومن بعد جا عندنا بقينا متخبيين، قطعنا على وحده ساعه النهار اخويا عم شويه واحد نص واحد الساعه لقينا لابوليس جاو تما، جاو تما لكارو تما، خذوا لكارو هنا وراحوا يتمشاو غير بعيد، خباو الطاكسي في واحد الغابه وراحوا يتمشاو، حنا نشوفو فيهم من الجبل كاش ما ينافيغيو عباد في الوقت، نشوفو فيه من بعيد نضحكوا عليه، قلنا مصايد حنا ديجا رانا ضربنا ضربتنا وما على بالناش واش يستنى فينا. كيما كان الحال بقينا نتمشاو حنا في تم يا ما كان والو، من العشية هذيك زدنا تمشينا واحد جوج سوايع ولا ثلاثة، تفاهمنا نرقدو موضوع 12 تاع الليل، كان واحد البيستا نتمشاو فيها، كنا نتمشاو غير كاع حنا نتمشاو فيها وفي النهار نرقدو. رقدنا لحقت الحدا باش واحد ما حبينو دا خويا عمار، واحد ما حبينو يتمشى هاك زدنا نرقدو، زدنا رقدنا واحد واحد الشتا يا عمار تحكمنا اليونان هذيك معروفة، تكون الجو صافي ما كان والو، الجو صافي ما كان والو، شويه تلقاه يا عمار واحد الشتا ما تامنش سبحان الله. اي كيما كان الحال بقينا نتمشى، نضنا الصباح لبسنا منا ماشي شي حنا روحتينا بينا نتمشى، ما كان والو، جبر يدمر جبر، جبر مو جبر، ما كان والو، يعني ريحه العسكر ما تشوفهمش، هادي واش مليحه في ريونا، يعني العسكر ما تلقاهمش كامل، ماشي كيما في بلغاريا. مشينا واحد تلت ايام، تلت ايام يا خويا عمار واش بعدا يا ربي نسيت، ايه كيما قلت خويا عمار تلت ايام نفس الحاجة، نفس امشي رقد كول، امشي رقد كول، امشي رقد كول. النهار الرابع حقنا واحد الفيلاج في واحد القدرة، فهمنا القدرة هذيك نتمشاو معاها، يعني رغم نتمشاو معاها شغل نبروفيتيو فيها باش ما نبقاوش نتمشاو في الجبل عيينا. تحت الضلمه السبعه تاع العشيه بدينا نتمشاو فيها، مشى شويه ومن بعد تشوف طاكسي عاود هبط تخبى، مشى شويه عاود تشوف طاكسي تخبى، غير هذيك مشي يا خويا عمار تمشينا 40 كيلو في البيست هذيك، 40 كيلو في الطابق السومه تاع غادي داس رجعت النار شاعله فيها. هي الطابق خويا عمار شغل كي تمشي فيه بزاف وتزرب، حنا كاننا نجرو سخن من تحت، يعني رجعنا ما نقدروش نتمشاو كامل. احنا ربحنا فهمتو، ربحنا شغل كيما ريسكينا صح في الطريق هذيك، الطاكسيات ما يحبسوش فيها، احنا بقينا نتمشاو فيها، نتمشى شويه هبط خبا هبط خبا، ربحنا شويه وقت، ربحنا شغل مشيه تاع نهارين ولا ثلاث ايام في الغابه. لحقنا واحد الفيلاج في قبل كومونتيني سميتو اريانا، لحقنا غير تاع الصباح، كنا نرقدو شويه والصباح نكملو. أنا رقدنا كيما كان بحال ستة تاع الصباح نايضين عيانين، لقينا فيرج عامر خويا عمار، فيرج هذاك كنا قراب غير عامر، كانت واحد التريف حنا نقطعوها طاكسيات رايحين جايين، قطعنا في وجهم خويا عمار تامن ربي في وجهم، الواحد يكلاكسي يكلاكسوني علينا، واحد يشوف معانا، قطعنا في وجهم ربي سترنا. كاينه واحد الواد خلينا نتمشاو فيه، واد حنا متخبيين من لابوليس،
من الصباح نتمشوا بواد واد واد حتى العشيه، الساعه العشيه ما كان، وهاد الساعه عمر حنا 6 ايام ما شفنا والو، العصر ما شفناش. وحقت العشيه انا جمع صحابي قلت لهم، قلت لهم حنا درك نروح للبارك نتمونطو، ما كاش كيفاش زعما باش نقدموا نكملوا نتمشاو اليونان كامل بزاف خويا عمر، لازمك شهر و 25 قلت لهم نروحوا للبارك نتمونطو. قالك اوكي. من بعد شويه لحقت الساعه تاع الليل تفارقنا مع المغاربه، المغاربه راحوا هك حنا رحنا هك، وما عندهم نقطه تحمير، تفارقنا حنا وما راحوا هك وحنا هك، كملنا مع بعض مع بعضنا نمشوا 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 نمشوا، انا لحقنا البارك كان واود زعما يعني الحمد لله يا ربي يعني قط ما شفناش. لحقنا البارك الساعه تاع الليل، شفنا الدوريات يدوروا بزاف، كنا نرقدوا هنا هنايا وغدوة نروح نشوفو البارك. رقدنا حوسنا على بلاصة من نرقدو كيما هاكا، لقينا واحد واحد الشو في وسط الشو كانوا فيه الحارة جايباتو، رقدنا تما. الصباح عيطو لنا جماعة المغاربة هادوك قالوا لنا حنا رانا في تيسالونيك، السيد هزم. من بعد عمار تقول علاه ما عنديش السوارد، علاه غتخمم كون عندي السوارد كون خلصت ونروح نروح كيفك الناس ونلعبوا اسوار حق اوروبا اذا كتب ربي نريكيبيري مكتب صح. هي عيطوا لنا الصباح قالوا نحن في تيسالونيك خلصوا 1600 ولا اخويا ربي معاكم وربي يسهل لنا حنا ثاني. عندنا بلاجة خارج يشوف باش يروح يشوف لنا الطريق للبارك. ومن بعد عيطنا الحراج هذاك عيطنا له حق سميتو مغربي بصح تعامل معانا، عيطنا له قالنا ما تخرجوش في النهار، قالنا كيف تحت الدغمه خرجوا انا نتفرجوا في بعضنا. كان معايا داك واحد سكي كدي يبغي يكون اكتي بزاف عمر، انا حاصرين باتري ما كاش هو الدور يخلينا نرقدو ويبدا يكون اكتي باتري كامل خلصها وهو الحق وفي باريس. هاي كيما قلت لك خويا عمار حكيت ساعة تاع الليل خرجنا بدينا نتمشاو، لقينا واحد الواد حامل حامل يعني حين غادي يضاف وقطعناه حامل من فوق البو يعني الماء الماء تاعو فوق البو ماشي من تحت الماء فوق البو، رجعنا غادي يضاف وقطعناه عاودنا لبسنا شي حنا رجعنا نشوفو في لاتورود اون فاسي يعني شوف البارك هذا بجنب لاتورود شوف الكماين كيخرجوا من يخرجوا من لاتورود يدخلوا البارك يرتاحوا فيه كان غير يدخل طوال حبينا نتمشيو كيما غاسكر نحبوا هكا اخويا نحن نمشيو حقنا البارك تخبينا بقينا نخزروا نشوفوا لقينا واحد الستة مغاربة واقيلا هذوك اخويا عمار خادمينها مع الشوفير بس هو خادم من باسكو على بقاو يدوروا على الكاميو واحد يتخبى منه واحد يتخبى منه ما خايفينش سون باسكو خادمينها مخلصين مخلصين 11 خويا عمار يعني خلصوا صح اسمع غير 1000 1500 يجيبوا معاهم دراهم الناس تجي معاهم دراهم يعطيك الصحة. أيوا. أي كيما حب ربي لحقت الزوج تاع الصباح بقينا نقدموا، أنا كنت ميت بوجوع عامة، وكان تما واحد واحد الشيفور يعني حاشاك وحاشاك المستمعين كان يسكر، يسكر 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 ومقعد ياكل، لا راح يرقد. أنا جيت طالع لقيت الكبدة، طلع تاع الكبدة قداك، وجيعان ميت أخويا عامة، بديت ناكل، بديت ناكل ما حوتش عليها حرام ولا حلال، ناكل. مين كريت وش بعت وبعد جاتني غيدي في راسي تاع هذا اون كابريك حرام انا قلت على ربك المهم نشبع هنا البوه بسم الله وخلاص مش هذا هذيك هي اي يوم بحوس على صحابي قلت كاع متخبيين كاع متمونطين تحت الكاميو بقيت وحدي وانا ما عنديش تيليفون رحت نشوف مع تريكي لقيته بغاريا قلت له ما جماعه قلت له كما رحنا بغاريا لقيت مونطا تمونطا في وحده مقدونيا البانيا ما بغيش نروحوا فيها قلت لهم ما نروحش لبلغاريا من ريو نازل نروح لبلغاريا ما درت والو انا نصبر انا تجي واحده اخرى نروح فيها ما بغيتش نركب شويه عاودوا نزلوا عاودوا نزلنا بقينا نستناو 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 ما النهار هذاك ما دخلوش يعني هو كاميونا ما دخلت بالصباح حقت 5 6 ما كان هو عاودنا رجعنا كي العاده رجعنا لهذيك الشومبرا هذيك غابة هذيك تخبينا عاودنا رقدنا
نهار كاع راقدين وعشيه صغينا المغرب عاودنا رجعنا. النهار هذاك غير هذيك يعني كانت الضربه تاعنا ربي ما كتبها لناش. قدمنا تفاهمنا نروحوا زوج زوج، كل واحد يروحوا زوج مع بعضهم وزوج مع بعضهم، ماشي اوبليجي في اربعه نروحوا مع بعضهم. كنت انايا وكان معي السكي كدي، حنا عندنا تيليفون ما عندهم تيليفون. هما راحوا يتمونطاو، هما لقاو شي يتمونطاو، لقاو واحد وقيله اذا ما قدمنيش ربي مقدونيه هي تخباو فيها. وكانت كومبري كانوا فيها زوج مغاربه جاو من الترك، من الترك هما راكبين فيها، هما الترك ما كيفاش ما حكموهمش باف ما على باليش، هذيك زهرت لهم سما كومبري ما كاش كيفاش. اي سلمنا معاهم اخويا عمار، سلمنا معاهم تلقى في روحتي كما ربي يسهل كما ربي يسهل. هادي وحنا انا تحت الكاميو، حنا جينا خارجين دخل كاميو واحد اخر تاع بولندا داخل ما طفاش المفتاح، حاشا كان مزير باين فيه. نزل راح للتواليت، رحت انا وهذا اللي معايا السكي كدي تخبينا، يعني تخبيت فيه فوق روتوركو والسكي كدي تخبى فوق واحد زوج حدايا. وكان واحد المغربي كان متخبي في واحد الغابه تما بجنب البارك، هو جاي ناض وجاي يدخل تحت كيما دخل تحت سيمي، شافوا هذاك الشوفير هذاك شافوا يبدا يسول ما تفهم والو، تسمع غير واحد اللغه ما تفهم فيها والو. حنا نزلنا ويتبع هذاك المغربي هذاك الشوفير، حكم المغربي هذاك ما باش طلع فيه طيحوا في الغرد حكموا داك ويديه كيما هكا. شوف عمار دم السلاح متسلحين على بالهم كاع واش كاين واش ما كاش. حنا هربنا زوج دقائق كانوا لابوليس تما. هيا وجماعه راحوا، جماعه راحوا تمشاو شويه، استغفر ربي ما راحوش هذوك عاودوا نزلوا عاودوا هبطوا معانا هربوا معاك معايا. ومن بعد حنا هربنا عاودنا تخبينا، حنا هذيك غابة هذيك عاودنا تخبينا، قلنا صاي ما نروحوش في البارك، عرفنا بلي هذيك البارك ما كاش كيفاش اليوم غدوة باين بلي تلقى فيه العسل. بقينا نتمشاو هذيك 11 تاع الليل، بقينا نتمشاو قطعنا غاديين بعدنا كامل على البارك، بقينا بيتين كامل حنا نتمشاو في واحد السكة. حكى علينا 14 الصباح رقدنا في واحد الغابة هكا شوية. الصباح شكون اللي نوض فينا عمار؟ فلاحة، واحد الفلاح ومرتو هما ينوضو فينا. مزيان ما عيطوش لابوليس، كبار بزاف نوضونا قالوا لنا البوليس من هنا ومن هيك. كيف نديرو كيف نديرو حنا يا عمار؟ واحد السخانة نوضونا على 12 تاع النهار، واحد السخانة واش نقول لك؟ الماء ما كاش حدانا واحد الواد حاشاك زيكو. انا قلت لهم انا نريسكي، قلت لهم انا نروح نتمشى نرجع لواحد، كاين واحد السكه نتمشى معاه سكه كاش ما نلقى الماء ما على باليش. مشينا شويه متنا يا عمار، ما كاش مية متنا عباك عباك هادي شاحت. هاي شويه قلت لهم ما عطوني الصوار ندخل نشري، عطوني الصوار واحد عطاني 10 واحد 50 60 اورو. دخلت ما كان والو، دخلت واحد الفيلاج عندهم يا عمار واحد اليونانيين هادو تلقى كلب قدك ويدي واحد الحس بلدية كامل يسمعها واحد صار با با با. المهم دخلت واحد في رجلناش انا كي شفته خيرته فيه مسجد، شوف به فيه رجع مسلمين. دخلت الحانوت لقيتو تركي، حكيت معاه شويه تركي هكا، عطاني شري زوج ساشيات معمري كوكا قاعد كلش فيه. من بعد قريت البوليس ربي استرني، ما كان عاود رجعت عندهم تغدينا مليح مليح، تفاهمنا على العشيه طيح شويه درما نبداو نتمشاو في السكه هادي. بدينا نتمشاو طاحت الظلمة، بدينا نتمشاو خرجوا فينا جماعه في الفلاحه بداو يعيطوا حسابهم حنا في افغانستان، هما ما يحبوش افغانستان، بداو يعيروا فينا افغانستان روحوا ما هضرناش معاهم. بقينا نتمشاو، المهم هذيك غير كامل حنا نتمشاو ما تلاقينا بوالو، من دي شويه في الحر شويه في الطريق شويه في الحر من كان والو. شو النقاط عمار؟ هذوك النقاط جدد ومش محروقين، ما الفايده في الصح كي يكونوا النقاط محروقين يعرفوهم البوليس يعرفوهم العشر تلقى فيهم مشاكل. المهم كيما هبطوا في بيت نغي كامل نمشوا، حقنا واحد البلاصه في اليونان البحر بحدانا البحر، وكان راه تولود
وغابة ديريكت بين راتو دور بحر كما يقول واحد 5 كيلو. شفناها شوية ولقينا فيها العس البوليس خليناها مع روحو. شفنا شوية لقينا واحد البارك، البارك الثاني تاع اسمه تاع تاع كزانتي كيما هكا عما عندنا 10 ايام، 10 ايام نمشي. وجماعة صحابي هذوك المغاربة راهم في مقدونيا، يجي دخلوا مقدونيا، واحد رايح لسربيا واحد رايح لكوسوفو. احنا البارك هذاك حقنا ليه 9 تاع الليل، لقيناه مزير خويا يا عم مزير واحد الزيار، البوليس سيفيل يتمشاو يفيري يفيري. والنهار هذاك ما عندناش الزهر احنا في البارك، وما يجري يا عم خويا يا عم يونان كاين الاف عباد راحوا في البارك، احنا ما عندناش الزهر. فيه من بعيد هو يفيري يفيري تحت الكاميون، انا قلت له ما كانش كيفاش. ومن بعد من وراها كانت تستنى فينا خويا عمار حاجة واحدة أخرى. رحنا تمشينا بعدنا على البارك، رقدنا ساعة تاع الصباح ما عندنا لا خبز لا كاطو لا والو. أنا قلت لهم نتمشاو، أنا قلت لهم أخويا عمار نتحمل مسؤوليتي، قلت لهم نتمشاو. وكيما حب ربي نتمشاو، طحنا طيحونا طيحونا باسكو عمار شفت كي تعيا ترجع ما تخممش. فين ما يهمكش ما يهمش شكون تقول جاي يا جات يا راحت. المهم تمشينا واحد النهارين كيما هاك خبز ما كاش، نهار نهار الاول ما كلينا والو ما كلينا. والنهار الثاني كنت انا مخبي، ما بغيتش نقول لصحابي، كنت مخبي التمر تاع العجين كنت مخبيها 15 ايام ما توشيتهاش، جبتها قصت عليهم شويه طرف 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 وكلينا. النهار الثالث قلت نلحقوا الكافارا. المهم عندنا عندنا واحد 16 يوم 17 ونمشيو عمار اخويا ما نرقدوش ولا ما نرقدو عمار. فكنا نمشيو كنا نمشيو مثلا من المغرب نمشيو حتى الفجر نرتحو من الفجر للظهر نرقدو، الظهر نبداو نتمشيو في الغابة، نمشيو شوية غابة طيح الدغمة نهبطو البيستا. عندنا 24 ساعة نمشيو فيها 15 ولا 16. قربنا نلحقو الكافالا عندنا ديجا 17 يوم مشية. واحد الصبح اخويا عمار حنا نتمشاو كيما في واحد البيستا، جاني هذاك المعسكري قال لي جماعة جاو جاو بالبيا، يا جماعة كاين جماعة بالبيا تبعوا فينا. أوه لا بالبيا خويا عمار، أنا كفندي ما كانش كيفاش، كاين واد كيما نقول واد هنا والبيستا هذيك حنا نتمشاو هنا. هبطت هنا بيناتهم هنايا في النص، بقيت متخبي ما عندي وين نروح. شو حوسوا علينا لقاونا، هما جاونا على أساس بوليس ما في اللاحة عندهم السلاح يبقاو تما كيشوف كيشوفوا حركة يجوا مع الأساس بوليس يديرهم صوار يديرهم صوار. جاونا بريكا قول زعما لابسين واحد الفيستا تاع بوليس ريبيا. ستوب 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 حبسنا، ما يخسر عليك والو عمار هاك ولا هاك ضرب الله يرحم. اه يحبسنا ولا ريفيوم فلسطين مروكو، انا قلت لهم فلسطين. ومن بعد ضربني زوج ضربات هنايا قال انت مش فلسطين انت مروكو. انا قلت انا اخيريا انا اخيريا جزائري وما يكون اخير انا اخيريا. ومن بعد قال زعما علاش تكذب وزيد يعطيني بدبزه واحده اخرى عمار قال علاش تكذب. انا امنت بالبوليس قلت بوليس سيفي داو لنا لي ساكوز وداو لنا لي تليفون فتشونا واش قالوا لنا. قالوا باقي لنا روحوا، قالوا لنا عندكم 30 دقيقه ما نشوفوكم شهربوا. انا عرفت ابويا مافيا تجاو يحوسوا الصوار دي نافيجي ومن بعد يقول لك حتى بدا داوكم انتم. انا ما كانش عندي الصوار نكذب عليك، ومعسكري كان عنده وقيله 50 وسكي كدي عنده 50 وعندنا ابي عنده 100 دو كل شهر مار ساكود وفيها الماكلة اللي شريت انا من فيه لاجق بالترواجو والدواء حاجة ما خلاوها جيعانين ما فيها جيعانة هذه ما فيها جيعانة الحوس باش تاكل ماشي باش تربح ما فيها هذا. حكموني جيت 9 تاع الصباح انا صاين صاين خرجت ربي ديريكت كاين واحد الطريق خرجت ليا فيها التوت درت رجلي فوق رجلي نحيت التوت ولا كراما صاين ما عندي وما عندوش نخسر لا تليفون لا صوارد لا والو درت رجلي فوق رجلي ناكل في التوت واحد زوج سوايع وانا ناكل في التوت عمار. جا فايت عليا واحد اليوناني وباقي لي بوغي يسقى لي بوغي تخبى قريت وصيب وجا ضربو ضربتهم
ايام باقي توجي بغير ما وحق جابري شويه ما وواحد كاطو جابري 4 قراعي ما باردين شربناه من الجماعه. قيل احسن جماعه صحابي قلت لهم كيفاش نديروا داك نسلموا رواحينا 16 يوم وانت تمشي تسلم روحك تتمشى ما عندكش صور ما عندكش تليفون ما عندك قش ما عندكش عندنا بينا قالك نزيد قالك تمشى تمشى على ربي نصدم. انا قلت لهم انا نروح نشوف كاش الجامع نروح نبات فيه باش ما نافيكي 20 اورو 30 ونقطع نشري تيكي ونروح لتيسالونيك. الناس كاع يروحوا كاع خويا عمار قال لك جماعه غير معايا زوج ومع سكريوسكي دي قال لك اوكي نروحوا معاك. وعن النبي قال لك انا ما نروحش الجامع قال لك نروح نتمشى كيما حب ربي. تمشينا شويه من 9 تاع الصباح حنا قاعدين 4 تاع العشيه نخمو كيما عارف نخمو مع النبي هذاك شنو غير ما قدرناش عمار نروحو نخيو وحده ما جاياش وحدك ما ساهلاش عمار ما قادر تتكسر ما بغيش ما تموت واحد ما يسمع به هو ما بغاش يرجع فيها راسه كبير. كملنا حنا وحدينا رحنا ومن بعد سمعنا واحد الاذان تاع العيشه رحنا عليه وامام يأذن ليه 4 مرات الدم ما تشوفوش الامام. دخلت انا الود ما على باليش سمع الله اكبر دخلت ما كيستوعب هما يحطوا الكاسات كاسات ولا مسجلينها ولا ما على باليش يحطها يسجلها ولا اوتوماتيك ويروح. بقيت تما انايا بقيت ما وحاشا دوش في طواليت شفت دخلت طواليت دوش درت كلش شويه لقيت واحد السيد جاي يصلي يوناني وواقي مسلم ولا ما على باليش كيفاش المهم يحكي اونجلي يحكي تماه قلت له مسلم قال لي قلت له قال لي نحب تروح قلت له نروح اتصالون عطيني صور ما بغاش معندوش من مدش ما عنديش تومر مشو مر ولا مش حال حدا غزال اي بتنا بتنا تما كيما واحد كيما حال مايدا كيما بتنا تما الصباح جابوا لنا واحد جبنا شويه ماكله وجبنا شويه قش انا قلت لهم ما نحتاجش الماك زعما عطوني 20 اورو قطع بيها. ومن بعد واحد طفله صغيره شويه جابت لنا 50 ما بغيش كنا عطاها لك كاش واحد شافنا من بعيد عطاها الطريقه قال تعطيها لنا عطاتنا 50 اي تفاهم انا فاهم باش نروحو نقطعو. حنا خرجنا من الجامعه تمشينا يا ربي 100 متر حبسوا عندنا سيفي يا حافظ حبسوا ديريكت ما شغل ما عطاكش الوقت باش تخمم غير باش تهرب حبس عندك ديريكت يعني الباب في الباب الجريه في الباب نقز فيا كيما هاك كتب كبش فيك لا حكمني كل كبش اي يا قلت له في قلبي بصحتك هزونا عاودوا ردونا عطونا واحد الفيراج تاع عام دخلونا عطاونا ناكل الحق عطاونا ناكل عطاونا واحد القلعة هكا فيه شوية روز وقيلة تاع عام الفطور تاع ما مرضاهولنا عطاونا ناكلنا شوية واحد زوج سوايع حقوا معانا عاودوا ردونا واحد كزانتي كيما نقولوا احنا هذا فرع كبير تاع البوليس دخلونا بيه حاجة وحاجة المتابعين علونا كيما خلق نهار يا حفيظ أب بوال كيما خلق نهار كذا باغيك خويا واحد دقيقة عاود جابوا لنا قشرة في القشرة هذاك ما فهمتش راح يفتشوا فيه ولا ما على باليش ما فهمتش واحد زوج دقائق احنا بقينا في كوانا كيما هاك جابوا لنا قشرة تما عمار صايب قلت مش تحس واحد مش عارف ما قاش كيفاش نفهمك اخويا عمار ما قاش كيفاش نفهمك تلقى روحك مدلول واحد الدرجة تخوينا على البو هادي اوروبا كيما حب ربي دخلونا واحد الشومبرا لقيت فيها غير الافغان لقيت فيها غير الافغان الافغان هادوك عندهم نهارين تما كي سقسيتهم قالوا لي نهارين انا هبرت قلت نبقى حتى نهارين ولا 3 ايام باغي يجيبوا بيا سمانه حق تاع عمار عباك لحقت لي هنا عباك مصاي هما حكموهم بالويكاند والويكاند ما يخدموش خلوهم الاثنين وانا حكمونا بالحد العشيه بيتونا الاثنين الصباح يردونا الاثنين الصباح جاونا نحونا الزاليطاس قش ما نحوناش على كل حال كبونا في واحد الفرقو وين ستاسيو تركيا مرجعين فينا للواد
يا حفيظ المشي اللي مشيت في 15 يوم حنرجعوك 17 يوم عمار تعاود ترجع في زوج سوايع. ما فيش، وانا محمد نقلب عليك انا راجع وتخمامي غير على النبي هذاك، على النبي هذاك ما عنده غير صغار قراوي كيما حب ربي عبدنا لحقنا الواد. جيت تلقى جماعه هذوك تاع اليونان هذوك جماعه الكالكور هذوك، تلقاه واحد تاع مصارع الحره هذوك واحد كيما جون سينا داير فيها كالكور، تشوف معاه كيما هاك تدي وحده نحط قاعد كيما هاك هو يجي يمشيك من هنا كنت هز راسك تديهم. المهم غير هنا فتشو عاودو فتشونا مليح، فتشونا مليح 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 سبيسيال تاع كيفاش هادو عاودو ركبونا ما كان والو غير نزلونا يا عمار مشيت واحد 50 متر زدت تلاقيت في عسكر تاع الترك. يا ربي واش من ذنب هذا عسكر تاع الترك، وانا كنت انا شعري كنت مطول فيه كنت مطول فيه هنايا ومعاك جير ما عنديش الصوالح رجع كيما تاع مارسيل وك بوني ارهابي داعش شوي حسبوني تاع داعش يقول لي انت وقتها رحت وقتها دخلت غيون انا تحس وانا خافتك فيزا على بالود ديري احنا عندنا شهر انا كنت عندي 10 ايام غير رحت خافت اني دستي فيها الفيزا عندي 10 ايام. قال لي كيفاش عندك 10 ايام مش عارف كيما قلت له مربي مانيش نحكي معك مع واحد مغربي يترجم حكمونا يا عمار شوف من 9 تاع الصباح للسبعة تاع العشية وانت قاعد كيما هكا من 9 تاع الصباح للسبعة تاع العشية انت قاعد غير هكا عطانا نفطر يعني كل حاجة عطانا نفطر فطرنا الفطور تاعهم جابوا كيما فطروا ما فطرنا احنا حكينا على السبعة تاع العشية خرجونا قبل ما نروحوا ما يشوفوكمش غير الجندار حنا قلنا صايع ما احنا قلنا سيبو انا مرتاحين اوكي خرجنا هما حكاو مع جماعه يعرفوهم جماعة الطاكسيات اللي يهبطوا لاسطنبول يحكيو شغي شو كيما نقولوا عسكري يخدم على الشعب هذا اللي قسطوا ولا ما على بالوش مشينا واحد نص ساعه جاونا جماعه تاع ما انت كي تشوف وش يسموها مرسيدس جي تهزك وفي رانج روفر 50 اورو ما جاياش انا توسوست قلت يا جماعه قلت لهم الصبر كيفاش ما نلقاو واحد زواري شو واحد اللي يخدم على روحو نروحو معاه قال لك غير هذا كيحكمونا بعسكر ويجي يضربونا صافي انا توسوست الهم توسوست شويه شويه 50% انا توسوست كيفاش مرسيدس تجي هنايا الحدود يجي يهز واحد كيما انا راجع مستخدم مرسيدس عفيريتي قالوا لنا 100 اورو استغفر الله قالوا لنا 50 قلنا لهم اوكي هما باش طمعونا برك ركبونا حنا في كلش كلش في 19 بغيت قلت لكم رهائن هذوك انا بغيت رهائن هي الجماعه هنا جماعه قدامنا شنو قول لي الصوره راهي واضحه عندك انت شويه شغل انا نشوف فيك انت عندك شغل ثاني بلاش مشكل ماشي مشكل كمل المهم كيما قلت لك خويا عمار ركبنا مشينا واحد نص ساعة وين داونا دانا واحد ستاسيو قديمة ما تخدمش نزلونا جابوا تاكسيات واحد اخرين خردة تركبونا فيهم وقالوا لنا تخلصوا 100 بالسيف عليك انا لعبك هبلت عم شوف حكمتني مافيا ردتني سرقتني زيدو حكموني زيد نتلاقى مافيا هنايا واش داير في حياتي انا مديه كنت مخلي 150 يجي يحكي معك كيما هاك يقول لك بلون بلون كري 15 راه ما على باليش تقول له اوكي يقول لك نو دمارك واحد سوري ما عندوش ولا قتلوه يا عمو يا حافظ دو تفضل قاعد قتلوه باقي غير الشهاده ما كانش الشهاده وما عندكش واش دير انت ومشكل حنا الجزائريه جا شكون جاي يحكي معانا ما نفهموش حنا التركيه جاي يحكي معانا بواحد بكوستيم خويا عمار لابس كوستيم قال انتم الجزائر قلنا له قالوا لنا تحكيو فرنسي قلنا له اوكي يحكي معانا بالفرنسي انا مادام شفت
تركي يحكي بالفرنسي عرفت بيه مافيا كبير بال... أو تزيري برك أو تزيري برك مخوف راه برك يوصل أو لا لا ما ما باش تزيري ما باش تزيري بالكوستي ما خويا عمار نقول واش دي واش دي واحد عنده واحد ما عندوش المهم هذا يرمي هذا هذا يعاون هذا فهمنا عاودوا هبطونا حنا انا واحد من الناس كنت مخمم يا عمار كي نلحق نهرب هنا في الوسط وطاكسي من القدام تاع السفينه وطاكسي من الغاريه تاع السفينه اون كازا ما كنا نحبسوا نهربوا فيلم هوليود اه الفيلم تاع هوليود يلحقنا للدار واحدة دارت قدامنا واحدة من ورانا وما يخليكش تنزل عمار كون تعيط لصاحبك من الدار يجيب لك الصوارد مربع زيادة انا كنت نيمة وكنت كاتبه هنا في التريك نحيد التريك وزيت نيمة وتدخل على الزوج تاع الصباع عيطت له جبنا الصوارد حنا في اربعة خلصنا بغيت نخمم بغيت الباتني يكون جامعي الباتني يكون قتلوه سلك ايه وهم قبل مازالوا في الكامب مازال ما خرجش في الحب مازالوا في الكامب ربع شهور عمار وحكموه في بلغاريا رجعونا خويا عمار مش راح نقول خويا عمار كاره حياتي شحال هذه الضربه هذه الضربه الثالثه من مافيا المافيا المافيا جيت تخلص 100 اور الخساره الخساره تعرف الخساره كيفاش 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 كيما حب ربي عاودنا بقينا خدم حوس خدم نسيت الحرقه هذه في راسي خخ راس عمار ايوا من بعد جات كونتاكت عمار مع هذاك السيد خرجنا الماروكي هذاك رجعت نافيغي له الناس اللي تحرك من فيسبوك يخلصني انا ندير ستاتي مثلا فيسبوك جماعه نافيغي له مثلا 10 ندي 50 ندي 100 اورو كل واحد ب 10 اورو معاك معايا بقيت نافيغي معاه بقيت نافيغي معاه نافيغي شويه عباد يروحوا ندي معاه شو ما باسكو الخدمه في الطريق ما بقاتش النهار كاع وانت تخدم على 5 اور ما بقيتش كيف ضعيفه بزاف واحد النهار عيط لي قال لي دياب كاين جماعه خارجين ديهم نتايا وتروح باط ربي كي ما يكتبلكش قلت له اوكي على غدوه دوزيام جور عمار صبحت مريض براسي عيطت قلت له ما نروحش أربع أيام خمس أيام هي طريقة غير جماعة لكم في مقدونيا غادتني ربي يا عمار يا خويا غادتني غادتني قلت تما أنا ما أنا ما أنا ما مانيش شاتيها روحي نروح غادتني كيف شو هي جات عندي وأنا ما حبيتش نروح أنا معليش ربي ما كاتبهاش هاي كيف كيف كيفاش بقيت هكاك نافيغي في العيب بعد ندي شويه دراهم نافيغي على واحد ندي 10 اورو هاي شويه ومن بعد لقيت جماعه راح هو عطاني خمس عيبات قال لي ديهم وتروح باك هادي ربعه بحال ربعه فهمنا منا من هي حق عطاني تليفون عطاني كلش الماكله تاعي باجاج كلش عطاني كلش توجور يونان ليلة هذيك فاهم انا جاو عندي جماعة هذوك جاو ربعة هذوك جاو عندي ربعة مغاربة اوه ديما كاش متفاهمين تفاهمين فهمت واش ديروا واش تشرو واش ما تشروش حكيت مع فيديك كانت حد فهمنا بغيتين نخرجوا في العادة جا عندنا السيد هزنا زوج سوايع ونص لحقنا الواد العادة شغل ستاسيو تاعنا المقبرة هذيك خاطر المقبرة وستنا جا السيد في السوري اللي قطعنا بدنا فتنا كما نفس السيناريو عند العسكر صورونا كنا مليح قبل ما نروحو لحقنا الواد ثم يلحقوا الواد انا طاحت 33 اورو عمار طاحوا دراهم كنت دايرها في السيلوفان مخبيه في الجيب هاي الجيب ما باش كي تفتح ولا مالك طاحت لي هاي جا خساره مازال ما دي ما عرفتش ديجا راح 30 اورو كيفاش كيفاش اوكي لحقنا الواد خرجوا جماعة الواد الثانيين الثالثة قطعنا حنايا كالعادة الناس يقطعوا يخرجوا ديريكت كالعادة نقطع نروح نتمشى الواد الواد عمو قطعت نفس البلاصة حافظها المرة هادي ما نخرجش بالتليفون حافظها كلش حافظ الطريقة البيستا قدام قطع كلش
ماشي نفس السيناريو عمار، جنب الواد الواد البيستال مهم كل شيء انتي جماعة من هنا طاحوا بدي يعاودوا يدوجوا، تسمع جماعة يطيحوا من هي، تسمع ستوب، تسمع كل شيء. لحقت قبل ما نلحق غاتورود هذيك بقيت متخبي متخبي بعيد، غاتورود بعيد عليا واحد 200 متر. المرة هادي انا زربت روحي شوية عمار، انا زربت نطيح هاك انا مستار باش نبقى كيما المرة اللي فاتت نبقى تما نتخبى واحد نص ساعة فيري في الطريق. لا لا انا غير لحقت الغابة اللي بجنب غاتورود راح نقطع ديريكت. انا خرجت من الغابة شافني واحد الفلاح شافني ديك العربية تم تم باينة باينة هو ديك العربية. انا قطعت طلعت الجبل لقيت تم يستناو فيا الفوق باسكو هما يعرفوا الطريق كاين بيستات طريق طلعت الجبل لقيت تم يستناو فيا. كنت نتمشى انا قول عمار انا قول جماعة من وراي من وراي واحد 20 متر كي شافوني غاشكا شافوني غير انا تخباو قلت لهم اني وحدي قالوا لهم صحابي قلت لهم طاحوا تحت شكون انا ما نقدرش هذا هو شافني وحدي ما نزيد نجبد مع صحابي ما جاياش ما شافهم هزوني انا وحدي هزوني وحدي جماعه متخبيين هزوني داوني واحد الحبس تما بجنب الواد دخلوني واحد الحبس اخويا عمار يفتشك فتشك كيما تفتش يعني واش تفتش دقيق جدا فتشك ينحيك غادي يضاف من ينحيك يخليك غير حاجه واحده منها وهنا يخليك هو ينحيك غادي يضاف حك انا حكموني على ثلاثة تاع العشية وجماعة هذوك ما حكموهمش راه هو كنت قادر زعما وجيت ولد حرام ما خافش ربي نجبدهم ولكن كنت راح نديهم ساقيت بغيك مكتوبهم راح تحكمني انا وحدي ردوني الحبس فتشونا مريح نحاونا غادي يضاف دخل كنا الحبس هذاك حبس هذاك يا عمار هو كما يقولوا فيه زوج شنابر بصح فيه واحد 200 بنادم واحد فوق واحد كنت نخمم انايا اربع ضربات بالك ما حبتنيش اوروبا نروح غير بالسيف انايا يجيك واحد تخمم يا خويا عمار راح تخمم جامي جامي تخمم تفقد الامل كما نقول تفقد الامل خويا عمار ما تفهم والو خويا عمار تشوف مع الحيطان تاع الحبس تلقاه واحد كاتب محمد واحد صارح واحد في نص بعض الجماعه اللي فاتوا من تم. المهم يا خويا عمار لحقت 7 تاع الليل